اقترحنا يوم، اليوم نبدأ المرحلة الثانية، مرحلة مباراة بولندا، وإن شاء الله نقدر نقدم مستوى أفضل. كابتن صالح، خلينا نتحدث معك، خصوصا وأنك غبت الفترة الماضية ما يقارب 7 إلى 8 أشهر، ولكن العودة كانت قوية جدا ومن باب الكبير أمام منتخب الأرجنتين. حدثنا كيف كانت استعداداتك خصوصا مثل هالمباريات، واللي ما حد توقع إنه صالح بيرجع بهالقوة. اللهم لك الحمد، يعني خلينا نقول كل مجتهد نصيب. كانت فترة جدا صعبة علي، خاصة إنه الإصابة كانت يعني جدا قوية. يمكن مرحلة الإعداد اللي هو الريهاب كان جدا صعب، لكن الحمد لله بالعزيمة يعني بفضل الله تمكنت من إني أرجع وأثبت نفسي، وقدرت إني أوصل المنتخب ونطلع بالصورة هذه قدام مباراة الأرجنتين. صالح، الآن تعاطي المنتخبات بالتأكيد مختلف بعد المستوى الكبير اللي قدمته، كيف بيكون وضعك؟ والله صراحة إحنا صراحة ننظر لنفسنا، نحاول نقرأ كل فريق بيواجهنا، بغض النظر عن ما يرى المنتخبات فينا، احنا اهم شيء احنا وش نسوي. واعتقد انه كل منتخب حناخذه على خطوه. خلصنا من الخطوه الاولى، الان احنا في الخطوه الثانيه، وان شاء الله نقدر نقدم مستوى ممتاز. صداره المجموعه صالح، فيها ضغط عليكم؟ بالعكس، يمكن تعطينا دافع اكبر. زي ما قلت لكم انه لسه احنا في اول مباراه خلصناها، باقي لنا مباراتين وكل مباراه اهم من الثانيه، ولسه موضوع التاهل ما انحسم. كابتن صالح، فوزكم على الأرجنتين أفضل فريق من المجموعة، هل هذا راح يشكل ضغط عليكم في قادم المباريات؟ بالعكس، زي ما قلت لك، يمكن يعطينا ثقة أكبر ودافع أكبر، لكن في النهاية منتخب بولندا يبقى منتخب كبير، منتخب المكسيك يبقى منتخب كبير، وأعتقد إنه كل مباراة لها أهميتها، والحين إحنا نفكر منتخب بولندا. أصعب لحظات يمكن كانت بكل أمانة في الوقت بدل الضايع اللي أعتقد طول كثير، لكن الحمد لله. الله يعطيكم العافية.